في ترندز النهارده هنتكلم عن التجميل، وده طبعا موضوع بيهم ستات كتير جدا. هنتكلم عن ازاي بنهتم بشكلنا وبنهتم ان احنا على طول يبقى شكلنا حلو، ودي حاجه بتفرق في ستات كتير في ثقتهم في نفسهم، بتفرق جدا معاهم ان هي تبقى حاسه كده ان هي شكلها حلو وهي قاعده مع الناس اللي حواليها. بس لاحظنا ان برضو مقاييس الجمال اختلفت من جيل للتاني وبتتغير طبعا كل شويه. في شويه حاجات كده برضو بتخلي الست حاسه ان هي عايزه تكون اجمل وهي عايزه تعمل الحاجات دي، زي مثلا عينين المرفوعه، زي الشفايف الاكبر. والنهارده بقى هقول لكم ازاي نخلي شكل شفايفنا اكبر شويه من غير بقى ما نعمل ولا فيلرز ولا اي حاجه خالص، بشكلنا كده الطبيعي من غير اي تغيير. يعني بصوا مثلا لو جبنا الليب لاينر، القلم الرفيع ده اللي بنحدد بيه شفايفنا وبريناه كويس وحددنا بيه شفايفنا بشكل واضح جدا ويبقوا معمولين بمنتهى الدقه، ده هيفرق جدا في شكلنا. وتخيلوا بقى كمان لو القلم اغمق من لون الروج وبعدين ندمجهم مع بعض كده بسيط، فيبقى في الاخر مدي كده حاجه كده متدرجه اللي هي اسمها الامبر، ده بقى بيفرق جامد جدا في الشكل النهائي وبجد بيطلع حلو قوي وكمان على الموضه. ولو عايزه تستخدمي الروج والقلم بتاع تحديد الشفايف يكونوا نفس اللون بالظبط، ممكن برضو تعملي ايه بقى، تحطي فوق هنا في النص لون كده افتح شويه روج، بس نقطه بس في الحته دي درجه افتح، دي هتخلي برضو شفايفك تبان احلى واكبر كمان. وفي بقى ترند طالع اسمه التشيري كولا ليبس، ده بقى يا جماعه موضه جدا. ده بقى هقول لكم تعملوا ايه، تجيبوا كده قلم تحديد الشفايف لونه نبيتي تبروه حلو قوي وتحددوا شفايفكم بيه حلو جدا، يبقى ايه حلو وواضح. وهتجيبوا ايه؟ مش روج، هتجيبوا حاجة اسمها تنت، هي ازازة قد كده صغيرة بتتفتح فوق، بتبقى فرشة وجواها سائل كده خفيف جدا لونه كده احمر كده بينك بس خفيف قوي. في ناس بتستخدمه عشان خدودها، في ناس بتستخدمه لشفايفها، احنا بقى هنستخدمه لشفايف. هتحطيه بقى في شفايفك من جوه وبعدين تدمجيهم الاتنين مع بعض، هيدوا افكت خطير. وبعد ما تحطي التنت بقى هتزودي كمان روج احمر، هيدي افكت خطير هيخلي شفايفك شكلها حلو جدا. ولو انت من الناس اللي بتحبي تستخدمي روج يكون مات، المات اللي هو الروج اللي ملوش اي لمعه خالص يكون مطفي ويكون هو موجود عندك، هقول لك بقى على حاجه، استخدمي روج المات بتاعك عادي جدا وبعدين هاتي الليب جلوس اللي هو بيدي لمعه ده هتحطيه فوق الروج كمان، هيخلي شفايفك تبان اكبر واحلى. ممكن برضو كمان على فكره تستخدمي الهايلايتر، تستخدمي بقى الهايلايتر فين؟ بعد ما تحطي اي روج عادي جدا عندك وتبقي محدده شفايفك حلو، جيبي الهايلايتر تحطيه هنا في الحته دي بالظبط، دي بقى بتخلي شكل شفايفك يبان اكبر. يا جماعه كل دي حاجات من غير اي مجهود اضافي، ولا هنحط فيلر ولا نروح لدكتور تجميل ولا هنعمل اي حاجه، شكلنا كده زي ما هو زي ما ربنا خلقنا، بس بالتريكات اللذيذه دي بنخلي شكلنا يبان مختلف وحلو كمان.